أحسن الله إليكم. آخر سؤال في رسالة هذه السائلة نختم به هذا البرنامج، تقول: آخر ساعة من عصر يوم الجمعة يا فضيلة الشيخ صالح، وقت إجابة، فهل تصح الصلاة فيه؟ لا تصح الصلاة في آخر ساعة من يوم الجمعة، لأنه عيد الغروب عند غروب الشمس، وهذا وقت نهي. ولكن المراد بقوله صلى الله عليه وسلم لا يصادفها يعني الساعة إلا عبد مؤمن وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا، المراد بالصلاة هنا الدعاء، لأن الصلاة في اللغة هي الدعاء. فالمراد بقوله وهو قائم يصلي أي قائم يدعو الله عز وجل، والدعاء يسمى صلاة. نعم.